ونعود لكم بتأثير كل هذه المعطيات على أداء الأسواق العالمية مع ضيفنا السيد سركيس تشوبريان وهو محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا. يعني الكل ربما يرغب في أن يسمع يعني بايدن أو ترامب، لكن هذا ليس فقط وحده ما يهتم به المستثمر وقطاع الأعمال، هم يرغبون في معرفة عدد الأعضاء من كلا الحزبين في مجلس الشيوخ كونه يؤثر كثيرا على القرارات في السياسات النقدية وخطط التحفيز وغيرها. فأين تجد المسار اليوم ومراقبة المستثمرين عليه؟ بالفعل كما تفضلت، المتداولون في الأسواق المالية حاليا يراقبون الانتخابات الأمريكية لعدة أسباب، لعل من أهمها خطة التحفيز المالية التي طال انتظارها. وتنفست الأسواق المالية الصعداء مع توجه جو بايدن للفوز بالانتخابات الرئاسية، لكن بدأت الملاحظات تشير إلى أن هنالك قلق حول من سوف يكون المسيطر على حزب الشيوخ ومن ستكون فيه الأغلبية. فهنا نقطة أساسية ربما سوف تعثر الموافقة على أي حزمة تحفيزية في وقت مبكر، أو أن تكون الحزمة التحفيزية قليلة مقارنة فيما تم اقتراحه سابقا من الحزب الديمقراطي في مستويات فوق 3 تريليون دولار أمريكي. والآن لو بالفعل فاز جو بايدن، إلى جانب أن كان مجلس الشيوخ ذو أغلبية من الحزب الجمهوري، ربما تتعطل هذه الحزمة التحفيزية الكبيرة، وبالتالي نشهد الأسواق المالية حاليا في حالة من التوتر. لا أريد أن أضيف أيضا التوترات المتواجدة بسبب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وتوجهاته للطعن في نتائج الانتخابات وفرز الأصوات، لكن لنركز الآن أنه في حال فاز جو بايدن وكذلك حصل أن كان مجلس الشيوخ ذو أغلبية جمهورية، فهنا سوف نكون أمام مشكلة بالنسبة للأسواق المالية من حيث إقرار الخطط، إلى جانب ربما سيؤثر ذلك أيضا على العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التجارية. فلو كان الحزب الديمقراطي من سيحكم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الرئيس، والحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، فربما يكون ذلك عامل مهدئ للعلاقات التجارية العالمية. لكن إن بقي مجلس الشيوخ ذو أغلبية جمهورية، فهنا سوف نضع النقطة أمام أي احتمالية في أن تهدأ العلاقات ما بين الولايات المتحدة والصين على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالتالي قد تتأثر الأسواق المالية هذا اليوم ولحين صدور نتائج الانتخابات في أي تقدم كذلك في عدد الموجودين من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية. سركيس، دعنا ننتقل إلى مشهد آخر لا يقل أهمية، وإن كانت الكاميرات قد سرقت منه إلى الانتخابات الأمريكية، وهو بريطانيا ومفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، هذا الرالي المستمر. يعني إلى أي مدى من الممكن أن نشهد تقارب في وجهات النظر بعد هذه المفاوضات العسيرة، وأن نشهد ميلاد اتفاق قبل منتصف الشهر؟ بصراحة وبحسب التصريحات التي صدرت من مفوض الاتحاد الأوروبي وكذلك كبير مفوضي الاتحاد في بريطانيا، هنالك 3 أمور عالقة للتوصل نحو اتفاق. من ضمن هذه الأمور هي المياه الدولية أمام بريطانيا ولصيد الأسماك وغيرها، أيضا من الظروف التي تحكم عدالة الأعمال، وهذه النقاط الأساسية لم يتم التوصل إلى اتفاق حقيقي حولها حتى هذه اللحظة. وبالتالي لا أعتقد شخصيا بأننا أمام تحقق اتفاق ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقا في 15 من هذا الشهر. لكن ما زال أمامنا بعض الوقت، ورغم أني باعتقادي لا أستبعد أن يتم تمديد الفترة أكثر، لكن ستبقى الأسواق المالية في انتظار أي مستجدات بخصوص ملف العلاقات التجارية ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سوف يكون مدمر الاقتصاد وتجارة كلا الجانبين في وقت تضرب فيه جائحة كورونا في كليهما. وبالتالي لا أتوقع التوصل لاتفاق في فترة قصيرة، لكن لا أستبعد التوصل فيما بعد لهذه الاتفاقية التجارية. طيب تشوبريان، أنت تحدثت عن يعني الأعين كمستثمرين تتجه إلى حصة يعني كل حزب في مجلس الشيوخ، كذلك إلى اجتماع الفيدرالي اليوم، الترقب لجيروم باول. هل هنالك أي من توقعات مخالفة لما نتوقعه؟ بمعنى أنه إحنا متوقعين يبقوا على أسعار الفائدة عند المستويات الصفرية، ولكن ما رأيك؟ ما الذي تتوقعه؟ الآن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي ربما سوف يثبت أسعار الفائدة في نطاق بين 0.25%،
وهذه التوقعات مبنية على عدة ظروف. أولا، الفيدرالي الأمريكي بحاجة لأن يحافظ على سياساته النقدية بالنسبة لأسعار الفائدة لفترة مطولة من الزمن، وسبب ذلك هو أن الفيدرالي غير طريقة مراقبته للتضخم ويريد أن تصل مستويات التضخم عند 2% كمتوسط وليس كنقطة مستهدفة. وبالتالي سوف يحتاج الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة المتدنية جدا قياسيا والقريبة من الصفر لفترة مطولة من الزمن، وهذا ما أعتقد بالفعل هذا اليوم أن يتم تثبيت سعر الفائدة. لكن سوف نتابع من جهة أخرى، هل سوف يشير الفيدرالي الأمريكي إلى أي تغييرات في سياساته النقدية تجاه برامج شراء الأصول؟ إذ أن الاقتصاد الأمريكي بدأت تظهر عليه معالم التباطؤ في التعافي الاقتصادي، خصوصا وأننا حاليا مع عودة التسارع الكبير في انتشار فيروس كوفيد-19 والذي يهدد التعافي الاقتصادي الأمريكي. لذلك لا أستبعد أن يشير الفيدرالي الأمريكي هذا اليوم إلى أنه مستعد لتقديم المزيد من التحفيزات في حال احتاج الاقتصاد ذلك خلال الفترة المقبلة. ولو نظرنا إلى البنوك المركزية التي أصدرت قراراتها خلال هذا الأسبوع والأسبوع الماضي، فكلها توجهت نحو التحفيزات والاستمرار في التحفيز النقدي فيها. وحتى هذا اليوم رغم أن بنك بريطانيا المركزي حافظ على سعر الفائدة، إلا أنه رفع من برنامج شراء الأصول بأكثر مما هو متوقع، ورفع البرنامج إلى 845 مليار جنيه استرليني، وهذا يدل أن البنوك المركزية مجتمعة في العالم ترى حاجة الاقتصاد العالمي لمزيد من التحفيز. وهذا أيضا ما أتوقعه من الفيدرالي الأمريكي هذا اليوم، أن يشير إلى استعداد لتقديم المزيد من التحفيزات من خلال برامج شراء الأصول والبرامج الأخرى غير أسعار الفائدة. تركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في إيكوتي جروب، شكرا جزيلا لك.